دخول مدرسي صعب جدا على سكان المناطق الريفية بالجلفة بسبب عدم توفر النقل المدرسي، فأبناء الريف يقطعون مسافات طويلة للوصول لمدارسهم، ربما عن طريق الشاحنات المخصصة للحيوانات أو مشيا عن الأقدام. عندما تتعطل الحافلة أو أحيانا عندما يقع لها عطل أو أحيانا عندما لا تقوم الهيئة سواء البلدية أو الهيئة المعنية بالاتفاقيات أو بالإجراءات اللازمة في الوقت المناسب، سيكون التلميذ مجبر على التنقل في هذه الظروف خاصة في فصل الشتاء. وبالتالي فإن توفير النقل المدرسي هو يعني ضرورة. عشرات الحافلات الخاصة بالنقل المدرسي بالجلفة معطلة، وأخرى تنتظر تسوية وضعيتها من طرف البلديات، وأبناء الريف في أزمة حادة. هناك عجز سواء على مستوى العدد، من حيث تعدادها قدرناه آنذاك ب 30 حافلة، وأيضا لاحظنا تعطل ما يفوق 60 حافلة على مستوى البلديات. وفي هذا الإطار قدمنا بعض التوصيات لاستدراك هذه الاختلالات، كما لاحظنا بعض النقص فيما يتعلق أو البطء فيما يتعلق بصب المستحقات للناقلين. حافلات وأخلفة مالية على البلديات من أجل توفير النقل المدرسي وزعت على البلديات، هو ما أكده والي الولاية ردا عن انشغالات السكان. النقل المدرسي جبنا 3 حافلات وزعناها على سيدي بايزيد وعلى القطارة وعلى تعظميت، ورايحين عندنا اعطيناهم الأغلفة المالية باش ينجموا يعني يكروا وين عندهم نقص يكروا، وكذلك اعطيناهم اموال باش اللي تسير. النقل المدرسي يبقى الهاجس الاكبر لابناء الريف الذين يقطعون مسافات طويله مشيا على الاقدام، واملهم الوحيد توفير حافله لابنائهم.